لا هنتو لا هنتو الله لا يهين والله اني بغيت اتهور بغيت اتهور طول عمرك ما يكسر طول عمرك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا أبو ضيوفنا اللي شرفونا، اللي من بعيد واللي جونا من قريب. أسعد الله مساكم وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. ونرحب بالشباب مشاهدينا الأعزاء لقناة الواقع الفضائية، نقول يا مرحبا ومسهلا فيكم لليلتنا لهذا اليوم اللي هو ليلة وادي الدواسر. وادي الدواسر ما عليكم زود جميع معروفين، ولا يحتاج يعني ان اثني يعني كقبيله لي، لكن من فاتحه بوابه وادي الدواسر اللي هو للدله والطيب العود الازرق، اقول لكم يعني هذا منبع للكرم والطيب والجود، ولا على الحاضرين زود ولا على كل قبيله زود، كل قبيله فيها حقها. وذهمان ابن عبيد الهوامله قال له بيتين، يقول البارحه تن قلبي فوق وقادي، قلب المولى على جمر الغضا تنه، أصبر وجامل ونار الوجد بفوادي وجد الوطن، جعل غر السحب يسقنه سحب على نجد رمز المجد يا هادي، أرض الرجاجيل والتنزيل والسنة، وهني من شافها والمقصد الوادي، وادي الدواسر بني عمي وأنا منه. عليكم زود، عليكم زود جميع. عاد سلي البلاد العز وبلادي، درع لنا ضافي ما نغتني عنه، وان جيت الافلاج عشت بدير تجدادي، مع ربعي اللي عدوا منه بلا منه، والخرج داري عمال عيون حسادي، بحماية الله سيوف الهند يحمنه، دونه بني عمي اللي ترشد الغادي ويشوف درب عيونه ما يشوفنه. عليكم زود اخويا محمد. يا مرحبا ويا مسهلا يا اخوي علي، نرحب بالضيوف، نقول لكم مرحبا والله ومسهلا ونبرك الليالي، وانتم على ما قيل انتم المعزبين واحنا الضيوف. مسي عليكم مسي على المشاهدين بكل خير، ونعدكم ان شاء الله ذا الليل بتكون ليله مختلفه في تفاصيلها في امورها كامله، وراح نستمتع معكم باذن الله. لكن انا عندي قصيده ترحيبيه فاستاذنكم وبقولها. اقول يا مرحبا مليون بعيال عمي واخواني وربعي خيار الجماعه، اللي لجل ميقاف يجلون همي وهم الحزين اللي شكى من صراعه، وفي خربهم وفديهم بعرق دمي، لو ما يجاريهم احد فالشجاعه، ولا يقدر الذمام فيهم يذمي، لو يقدر الخاين يحفظ الوداعه، الرد والبرهان والفعل يمي، والله لبشرهم بمجد وسناعه، حنا الدواسر والعواذل تسمي وترتاح من كثر الحكيه واللكاعه، حنا الدواسر والعواذل تسمي وترتاح من كثر الحكيه واللكاعه، ما نالوا من البلبله كبر كمي وما باقي لهم كنز غير القناعه. وسلامتكم جميعا. حسان ارجع نقول حياكم الله جميعا. طبعا نرحب بضيوفنا اليوم، نرحب بالشاعر المبدع والجميل والانيق محسن بن تركي. حياك الله يا مرحبا يا ابو تركي، طول عمرك. سعيد جدا بتواجدي في ذا الليله، ومبدع انت وعلي، والله انكم خير من يمثلنا. الله يطول عمرك، وحنا متنومسين فيكم، وليله مثل هالليله تحمل هالاسم الكبير، حنا نتشرف ان نتواجد فيها، ما هو بشعراء ولا منشدين، خدام لهذا الاسم الكبير، نحاول اننا نمثله خير تمثيل. الله يطول عمرك. طيب ايضا نرحب بالشاعر المبدع والجزل مدعي عثمان جريس، ونقول مرحبا والله ومسهلا، ترحيب الحياة. الله يبقيك يطول عمرك، وجعل ربي يوفقكم ان شاء الله، لا انت ولا ابو صالح ولا جميع المشاركين، وابرك الايام مشاركتنا معكم ومواجهكم، جعل ربي يوفقكم ان شاء الله جميعا. امين امين. ونرحب كذلك بالمنشد المبدع صاحب الصوت الجميل والصوت العذب، المنشد شبل الدواسر، مرحبا والله ومسهلا. يطول عمرك. انا الليله سعيد ومتشرف ومتنومس كذلك. الله يطول عمرك. بجيتي بين اخواني جميع، والساعه المبروكه، والله يوفقكم جميعا. يا مرحبا والله ومسهلا. ايضا نرحب بالشاعر الانيق والمبدع والجزل عبد الله بن سالم، نقول له مرحبا والله ومسهلا وبرك الساعات. الله يبقيك ويطول عمرك. ذا الليل يعتبر ثالث الاعياد، مشاهدكم ومجلس معكم وتبادل الحديث، الله يوفقكم ويوفق من يسمع. ومن يقول. ونرحب ايضا بالاعلامي الجميل والمبدع والمتالق مشبب هادي بن مشبب الدوسري، نقول مرحبا والله ومسهلا. عليكم زود، والله يبقيك ويحييك، وانا لي الشرف الليله اني اتواجد بين هالكوكبه من نجوم وابناء قبيله الدواسر، وكل واحد منهم مشرف من قبيلته ومنومسها
بالمجال اللي مشترين فيه سواء بشعر ولا بإنشاد ولا في أي مجال ثاني، وسعيد جدا بتلبية هالدعوة هو شوفت إخواني المطاليق اللي جالسين في الجلسة هذه. الله يطول عمرك ويرحب بك. نبي نبدأ مع الشعراء، نبدأ بالشاعر، أنا أسميك الصراحة شاعر الحماس مدعث بن جريس. استاهل مدعث بن جريس، أنا لا سمعت أنا قصايده والله العظيم من غير قصور في باقي الشعار نهشوش راسي من من أنا أسميه شاعر حرب رجال ما شاء الله شواش ما شاء الله تبارك الله. نبدأ مع الشاعر مدعث بن جريس. السلام ورحمة الله. السلام عثمان الجليبي من سلطنة عمان. ونعم وش حاب تسمعنا يا مدعث؟ يا مرحبا والله مسهل صالح. والله الوطن غالي ولا حق علينا. يستاهل الوطن. في البداية ودي والله أبدأ بالوطن. أسلم. من قال سالم أقول الله يعافيك. سلام يا أبو جريس. أقول كلنا في ظل حكم إخوانا نوره. وبيعت الأسلاف ما يسقط سهمها، بيعتم بالصدق والود معمورة، ما تترجمها المجلات وقرمها الملك درع الوطن والشعب سورة، وراية التوحيد خفاقنا علمها، حاكم ما له مع الحكام جورة، وحد الأمة جميعا ما قسمها، الصديق الصادق يطول شبوره، وأكثر الحكام تبرابه إذممها، والعدو لبان يسعى في دبوره شلة الإرهاب ما هو بيحشمها. يا سلام يا سلام. صح الله يبارك فيك يا ابو محمد ولنا فضفوك عند اخوي محمد. طبعا ننتقل ايضا للشاعر المبدع محسن بن تركي. الله يحييك تحيا. حياك الله يا ابو تركي. والله ابو سالم انا ما ودي اتعدى عليه. هاي ابو سالم عندك والله انا عندك. انت حلف عليك ابو تركي. يسلم يا ابو سالم. مع أن الحق لك. الله يطول عمرك ما يحتاج كلنا واحد. يقول القصيد النخبة ويهب ذعذاعة واستوى فينا ومبداه مبدانا ما يشوق الراس ويحرك بداعة غير طاري مجدنا لا تغنينا والمديح اللي على العز مطلعة نحتميها بفعلنا لا تعزوانا علموا من حط للعذرة شماعة والحكا قام يتحدى ويبغانا نوطينا كايد ثورت قاعة ولطمنا خصمنا ما تعدانا علموا من حط للعذر شماعة والحكا قام يتحدى ويبغانا نوطينا كايد ثورت قاعة ولطمنا خصمنا ما تعدانا روسنا لمصام خلقهم بتاعة من فهقنا عن وعدنا وصدانا الدواسر ذكرهم مالكم زود الدواسر ذكرهم بانش إشاعة يكتب التاريخ فينا ويا قرانا فعلنا يرهي على الطيب انواعه ومجدنا لمعان قال غيم ودانا يوم نيدي شب ويقطع شباعه نفرح على اصحاب ونزلزل اعدانا العدو لا شافنا يدخلها راعه والصديق يفزله سمع طريانا جارنا واسم العصايمنا وضاعه وكل سلم يرفع الراس ينحانا طبعنا من يومها شر وجيعه ما نتاجر في لحمنا ولا مانا. سلامتكم. صاحب دانكم جميع. صاحب دينك يا رب طول عمركم يا سلام. ليلة الوادي وتشرفنا بحضور الإعلامي الكبير هادي بن مشبب آل عطوان صاحب لايف الخرج صاحب تغطيات كاملة على الخرج وما حول الخرج وعندها أكيد المعلومات الجزلة اللي راح إن شاء الله نستفيد منها عن الوادي وعن اللي حول الوادي وعن معالم الوادي والله يمسك بالخير يا أخوي أبو مشبب. يا مرحبا ومسهلا أخوي علي. أول شيء الوادي لو بنتكلم عنه فحنا نحتاج سنوات من الحديث عن الوادي. أنت تتكلم عن الوادي اللي فيه قرية الفاو اللي كان مملكة كندة تاريخها 300 سنة قبل الميلاد تقريبا. الوادي على حد معلوماتي هي المحافظة الوحيدة اللي سميت باسم أهلها واللي قال عنهم الشيخ البسام تقريبا حدود عام 1246 أنهم قبيلة ذات سداد وعتاد ويرجعون لقبيلة الأزد اللي قال عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه
أربع ليست الغير، هم من ضمنهم أنهم اللي في ما معنى ما ذكر أن اللي في يديهم مبلهم، وأنهم شجعان لا يجبنون ويعطون يعني خويهم حقه. ولهم مسمى سميه به الوادي؟ لا أهله اللي هم خطلان. خطلان ليدي ما يحتاج. موقع الوادي جاي في نتكلم عن جغرافيا، فموقع الوادي يعتبر موقع استراتيجي مهم سواء سياسيا ولا اقتصاديا ولا تجاريا ولا أي إن كان، على خط على أكيد على خط التجارة ما بين اللي تربط جنوب المملكة العربية السعودية بشمالها، كانت القوافل التجارية تجي من اليمن إلى العراق وسوريا وما حولها. فالوادي حده من الشمال القويعية، ومن الجنوب تتكلم عن نجران، والغرب تتكلم عن المنطقة الجنوبية ومكة، وتتكلم عن مساحته واسعة بتتكلم عنه زراعيا. فالوادي يعتبر من أهم السلال الغذائية في المملكة، وما حدث في جائحة كورونا كانت الوادي مصدر قوي جدا بعد ما تم إيقاف الاستيراد من خارج المملكة. كان الوادي أحد المحافظات اللي تغذي الأسواق المملكة بكافة المنتجات الزراعية، فيها ما يقارب أكثر من 5800 مزرعة غير المشاريع الأخرى. وما زالت طبعا هذا الخير اللي تنعم فيه محافظة واد دواسر وأهلها، ما في شك أن حكومتنا الرشيدة لها الفضل في دعم مثل هذه المشاريع الزراعية وتشجيع المزارعين. والأجمل والميزة اللي في الوادي وكل دير فيها حقها من الطيب، أن أهل الوادي غالبية أهل الوادي لا بيوت ولا مزارع، تلقاها مشرعة البيبان ليل ونهار. لو جاء الطرقي طال عمرك بيدخل أي محل يعدها محله وبيلقى قدامه الطيب والعود الأزرق. طبعا من الصفات المشروع ما يردون منه؟ نعم. والماء ما يبيعونه؟ نعم. واللحم ما يبيعونه؟ نعم. وش أيضا إذا غابني شيء؟ نعم. تبي تشوف وين أكرم مدينة كرم في القاع، توجه تلقى مدخل الطيب وادينا. يا سلام. هذا أكبر علامة. يا سلام. يا سلام. أنت تتكلم كانك قبل ميلاد، قلت قبل مملكة كندا 300 سنة، وإن كانك تتكلم في الحالي فالوادي دخل في موسوعة جينيس كأكبر بوابة تحمل اللي هي صفات الطيب والكرم المطيبين اللي مدخل البوابة. فالله يعز مملكتنا بشكل كامل ويزيد خير الوادي وهله ويعزه. آمين آمين. الله يعطيك العافية ويعافيك وجهك على هذه المعلومات، يا رب يطول عمرك على كل حال. طبعا يعطيك العافية يا هادي على المعلومات الطيبة. طبعا الآن ننتقل بإذن الله نشوف معكم مقطع عن محافظة وادي الدواسر وأهم معالمها، وراجعين لكم بإذن الله. طيب على ما يجهز المقطع ناخذ مشاركة من الشاعر محسن بن تركي. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا يا ابو تركي. اول شيء حبي اثني على كلام ابو مشبب الله يبيض وجهه، خير من يتحدث عن الوادي وعن اهله لا من ناحيه المعلومات ولا من ناحيه الـ الاسهاب في الامجاد والاحداث التاريخيه. بيض الله وجهه. بين احب الشعر واخاف تكراره، صدت بيوت القصيدة براعيها من عصير وهاجسي اسم الأفكاره، لين قالت نجمة الصبح هاكيها واصبح الرأي السديد وخذ ثاره، عقب ما بانت في عيني مواريها اركزوا بيت الفخر وشعموا ناره وتلوا كبار النواميس بيديها، صح صح المجد يعرف من هم كباره، لا بغى يدعي النشامة بساميها، والله من يوم النفض قاعه غباره من مواطي ربعي ومن عزاويها، الدواسر قبة المجد واسواره، روس نرفعها وروسنا نوطيها، المديح اختارنا قبل نختاره، ما تنصان الهقاوي ونخطيها. سلامتكم. صحة ابدانكم جميعا. الله يطول عمرك. صحة ابدانكم. الله يرفع قدرك. دائما مبدع وقصيدك جزل. الله يرفع قدرك. نرجع كوني إعلامي وعندي المعلومات البسيطة، لكن أنتم كشعراء أنتم اللي نقلتوا الأمجاد والتاريخ بشكل كامل من البداية إلى النهاية، والشعر هو الرسالة السامية اللي نطمع فيها، اللي مثلكم شرواكم أنت أبو تركي، لا أنت ولا جميع الشعراء الموجودين من أبناء القبيلة اللي دائما يعول عليهم الكثير في نقل الصورة الواقعية
بالكلمات الجميله وبيض الله وجهك. انت من شعراء الدواسر اللي نفتخر فيهم، لا انت ولا ابو سالم ولا الربع الباقي. تستاهل ان تطيب. طيب يا نشب عاد اللي بيعادلنا عاد نطلب مسامعنا من الصوت العذب صاحب صولات وجولات في مجال الانشاد. يستاهل ابو شبل الدواسر. انا ودي بس ان ابو مبارك يشاركني فيها، هذا ما عنده مانع. على خشمي ابشر. يا سلام تحت امرك يا ابو لي. طرف الليل ايه طرف الليل والدمعه ورا الدمعه والعرب ما دار وسبت دموعي ما تعرف السبت والجمعه ضيقتي مستمرة طول الأسبوعي وطرف الليل والدمعة ورا الدمعة والعرب ما دار وسبت دموعي بعد ما كنت أحب الضحك صرت أحب أنعزل حتى من ربوعي بعد ما كنت أحب الضحك والجمعة صرت أحب أنعزل حتى من ربوعي. سلامتك. يا سلام يا سلام. صحة الله بدامكم. جاهز يا شباب؟ ابي تعرضونه لنا ان شاء الله على الشاشه. ما جهز الا دخلنا عليهم. لا 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 جهز جهز بيعرضنا الحين. بسم الله. اتبع الرؤيا وصار الوضع مياه عالميه ثابتين في حكم ربي ومعذب السرايا. في نهضه الامم الحضارات يكون بناء الإنسان والمكان هو العماد، لذلك كان حرص قادة المملكة العربية السعودية على أن يكون المواطن هو لبنة البناء والعطاء في أرض وارفة النماء. وفي بلادنا الحبيبة تدفقت أنهار الخير وجرت مياه التنمية في كل واد، وهذا وادي الدواسر نهر تدفق بالمياه ففاضت خيراته بإذن مولاه. وادي الدواسر يا إلياذة نسجت من الملاحم نرويها وترويها، واد أضيف إلى آساده فغدا ذخرا لحاضرنا فخرا لماضينا. تحكي تواريخه الأمجاد قاطبة الحزم والعزم من أسمى مبادئنا، وقبل أن تتقن الأقدام مشيتها تعودت بسطة المعروف أيدينا. فهو زاخر بتاريخ ظاهر وحاضر باهر، فله تاريخ عابق بالأصالة يظهر في اكتنازه بالمباني التاريخية والتراثية والمتاحف، ويتزاحم التاريخ مع الحاضر في عمران يتنامى ونشاطات تتسامى. وشمخت مرافق الحياة بكافة مجالاتها وتنوعت مصادر النهضة وتعددت روافد التنمية في ثوب حضاري طموح. وقد وفرت حكومتنا الرشيدة كافة الخدمات والسبل التي تضمن لساكنيه مستقبلا مشرقا وغدا مغدقا، وما زال متطلعا
لمزيد من إضاءات التنمية العاجلة، ومتأملا في مسارات الرقي الخدمي في ظل رؤية حكيمة من صانعي القرار. الوادي يبادل الحب بالحب والوفاء بالوفاء، وتنجب أرضه رجالا لوطنه المخلصين، وتثمر أرضه حدائق ذات بهجة تسر الناظرين، ووسلة غذاء في كل فصول السنة الأربع، وقطوفه دانية في كل أيام العام. وموقع وادي الدواسر المميز وأرضه الخصبة ومياهه الوافرة ومساحة أرضه المنبسطة الشاسعة وامتداده العمراني وكثافة عدد سكانه وتوفر الخدمات الحكومية به واتصاله بمدن المملكة كافة بمطاره أو بتلك الشبكة الحديثة من الطرق، كلها عناصر جذب للاستثمار في شتى المجالات، سواء الزراعية وهي الأكثر استثمارا أو التجارية أو الصناعية الواعدة. تجني ثمار الهنا والسعد أيدينا، ويرفل الأنس تياها بوادينا، ويسجع الطير في أرجائه ثملا من سكرة الوجد تغريدا وتلحينا، وترفع النخل هام المجد مسدلة ذوائبا تملأ الدنيا رياحينا، وينتشي الزهر ميادا تداعبه ريح النسيم فيسري سحره فينا. ومن يقرأ صفحات التاريخ المجيد يجد أن أهالي وادي الدواسر أصحاب ولاء وعهد مع حكام الدولة السعودية في أطوارها الثلاثة، ويربط أعيان وأهالي وادي الدواسر بحكامهم آل سعود علاقة الود والولاء والوفاء. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فأنبت أيها البلد الطيب أمجادا مختلفا ألوانها ستؤتي أكلها بعد حين. حياكم الله يا مشاهدينا وضيوفنا الأعزاء، حياكم الله جميعا. طبعا نرحب وياكم بالسلطة العليا الإعلامي الجميل ومبدع ترك الدوسري أبو سلطان. حياك الله يا أبو سلطان. يا مرحب يا مرحب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا والف مرحبا يا مرحبا. نسمع العرضة، نسمع العرضة، وينكم يا العرضة؟ طقوا طقوا. يا مرحبا يا يا مرحبا ومسهلا يا ابو سلطان. ارفع الصوت ارفع الصوت. Thank you.
بيض الله وجيهكم جميع. اتمنى ان دخوليات ابو سلطان دايم زين كذا على ذا النغمه ذي بدال النغمه ذيك. يا مرحبا اللهم اسهل يا ابو سلطان. الله يبقيك ويسلمك. اول شيء انا اقول الله يعطيكم العافيه ونقول مرحبا ومسهلا بالضيوف اللي شرفونا سواء من الوادي او من الخرج وكل من شرفنا. انا اقول هذه الليالي مميزه جدا ان كل محافظة نتكلم عن تراثها وعن عاداتها وهذا أمر جميل. أنا ما ودي أخذ الكلام من المذيعين فعندكم الكلام. على كل حال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبي نسمع من زملائنا المشاركين معنا في برنامج البزنس. طبعا أحس أنا أقول البرنامج هذا بيصير أقوى برنامج على مستوى قنوات الواقع من غير قصورهم في اللي راحوا. نبي نسمع من الشاعر عبد الله الروقي. مجهز له ونعم بيتين جاهي حياة. تبونه هنا ولا تبونه هناك؟ لابد ما نبي. مساكم الله بالخير جميعا. مسيك بالرضا والعافيه. حياكم الله في محلكم. انتم المعازيب وحنا الضيوف. اوقف قدام ابو سلطان. ابو سلطان الله يحييك وانت مجمل دايم جعلك تسلم. انا والله تعبان اليومين ولا لي عذر عنكم. والله ما لي عذر عنكم. من طيب راسك والربع اللي يمثلون الدواسر هنا علي الجعيدي ومحمد مبارك كن لهم معزه كبيره وخاصه واعتبر نفسي في هالمقام دوسري. طول عمرك من طيب راسك يا ابو. واعذروني على القصور مقدما. ما من قصور. اقول يراك بلي لو تعدى ملايين. يراك بلي لو تعدى ملايين ما هي على مثله كثير وخساره من كثر ما هو يسلب العقل والعين من المزايا للبدي للغمارة. جيب وكالة لك زيزي وبين قوسين اكتب على غيره صريحة العبارة. ارتاح من تب مركب إلا السلاطين ولا الدهاه ولا شيوخة الأمارة. ارتاح من تب مركب إلا السلاطين ولا الدهاه ولا شيوخة الأمارة. من الفخامة لا توطأ على الطين ما يقدر المري يحدد مساره. ومن الزعامة لا مشى خط سيدين اللي يجي عكسه يعود زقاره. واللي وقف البايكه لو يومين ودك تأمل له جنود وخفاره. مثله
ما ودك يلتزم بالقوانين ولا توقف هالنقط والإشارة من صاح قوم كل أبوهم عزيزين وسياد فعلوم السطر والنعارة من ماضي الدنيا للحاضر الحين والأول لهم دائما وبجدارة أهل غزو وأهل مراجل وأهل دين ومن دونها محد يسوق اعتذاره على الدواسر ملحقين المخلين أرسل سلامي قبل تم الزيارة على الدواسر ملحقين المخلين أرسل سلامي قبل تم الزيارة الغانمين الطيبين الكريمين اللي نباها مثل ضوء المنارة متيهين المزرعة والبعارين ومزبنين اللي جلى من دياره ولا يخلون العصا تصير نصفين لو سموها تزود فيها الجبارة ما باعوا الما حشمة قصين ودنين ولا انشغلوا في بيع اللحم في الجزارة ما باعوا الما حشمة قصين ودنين ولا انشغلوا في بيع اللحم في الجزارة خوال من يحكم بلاد الحرمين سلمان معشوق السعودي وداره خوال من يحكم بلاد الحرمين سلمان معشوق السعودي وداره والدوسري أقل ما فيه ثنتين لكن مخليته يجي فالصدارة أخوه يفنى ما يذوق لمرين ورفيقه شيب ما قل الوقاره قلته وأنا من متعبين السلاطين اعتيبها سياد الفخر والأمارة سلامتكم جميعا واذروني على القصور صح الله يسلمكم بيض وجهكم بيض يا ابو بجيني يا بجيني أقول بيض الله وجهك وصح لسانك ولا يبغى غريبة عليك شاعر ومبدع ونجم أقل ما أقدم وحضورك متميز لا أنت ولا زملائك اللي حاضرين اليوم نقول بيض الله وجهكم ترى نسخة البزنس أنه وفقنا فيها كثير الله يرفع قدرك لأن كل واحد منكم يمثل منطقة ومحافظة ومدينة فمثل هذه الليالي يا شباب حريصين جدا على أن نظهر تراثنا ونظهر مدننا ونفتخر دائما بقيادتنا الرشيدة ممثلة في الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين وأيضا هذه الحضارة اللي ولله الحمد عشناها ونعيشها وهذه القفزات اللي ولله الحمد المملكة العربية السعودية محسودة ومغبوطة على هذه النعم وهذه الأمور الحين الحمد لله كلنا في مكان واحد وكلنا من كافة مناطق المملكة اللي من الجنوب واللي من الشرق واللي من الشمال واللي من الغرب كلنا متواجدين في برنامج اللهم لك الحمد نمثل محافظاتنا نمثل بلدنا خير تمثيل تفضلوا الشباب المذيعين الله يعطيك العافيه يا ابو سلطان صح الله لسانك يا ابو سحاب بيض الله وجهك مجملنا دائما يا ابو سحاب طبعا ننتقل شبل الدواسر عبيد بن ذيب يا مرحبا ومسهلا الله يبيض وجهك وصح لسانك ولا عليكم زود هذه بيتين للشاعر فراج بن هيا الرجباني رحمه الله عليه عليكم زود إيه من فرعة العليا لسفل الفاليج دار حميناها وهي في زراجة دار حميناها بضرب المزارج وكم شيخ قوم طاحلة في عجاجة دار حميناها بضرب المزارج وكم شيخ قوم طاح له في عجاجه سلامتكم صح الله لسانك صح الله بيض الله وجهك عندنا اخونا رجاء داود غي يقلبنا على خطوط السريعه والله هذا الله يطول عمرك ما شاء الله تبارك الله وجزاكم خير عندنا اخونا محمد الهيف صاحب سناب او لايف الدواسر الرسمي نبي نسمع منه مشاركه اخوي محمد بس جميع لا لا المبروكه اللي شفنا المطاليق عندي بيتين من ابيات ابو سالم يقول دواسر لنا في قمه الطايله مطلع تواريخنا بين القبائل تكفينا تبي تشوف من اكبر مدينه كرم في القاعه توجه وتلقى مدخل الطيب وادينا سلام سلام يا سلام آه يا سلام آه يا سلام طيب صح لسانك ابو سالم الشعراء ترى نبي نسمع منهم ما سمعنا منهم طبعا ننتقل لاخونا محسن بن تركي الشاعر المبدع جريس طيب والله ما ادري ايش نبي نسمعكم لكن يقول على الوفا والطيب والراي الدليل على الوفا والطيب والراي الدليل ان شهرت اسمانا وهبت نودها نرهي على الوقفات بالوجه الطويل ونعرف بيضان الوجيه
وسودها ومال الجميل اللي انت يا الصبر الجميل لا شامت عيون العرب وتبودها ومال الهقاوي غير متنك يا شعيل ابرك وردها على قرهودها لا تسمع اللي قال ما يخدم بخيل ما كل خدمه واجب مردودها النار ما ضرت ابراهيم الخليل اكلت نصاراها على يهودها والقوم لا ناشل ولا عراس الفتيل شرات بنادقها على بارودها والشجره اللي لا ظلال ولا مقيل اترك ورقها عنك وترك عودها ما نبون ابو تركي بحطها بليل اعطي الرجال حقوقها وزودها سلامتكم صح لسانك صح ابدانكم بيض الله وجهك. واما الان مع الاوبريت الاول من كلمات الشاعر عبد الرحمن بن عبيد آل مدباج واداء دوتو ما بين شبل الدواسر وشامخ الدواسر. انا اتمنى تفضلون على المسرح قدم الاوبريت. احنا ما جينا الا لرضاكم. يا مرحبا بكم اللهم اسهل شباب كل مبركه اللي جانا من الشعراء والمنشدين اللي نتشرف فيهم بعيد وجونا قريب الله يحييهم. ترى الوضع دجره يا عيال اللي بيلعب همس لا تحمس انت زياده ابوك يا اصبر معلمك اقول لا تحمس زياده انت يا رجال لا الجرد عندك مسحوب ابوك والله وفحمات قويه صفوف عيال طفوا المايكات هنا هنا لا خلوكم هنا الصفوف خلوكم هنا زين عشان ما ياخذكم يمكن المكان اللي هنا يلا بصر بصر انا الليله ضيف شرف ترى لا في سمعونا البريت يا شباب اهل الكرم والوفاء حماية عاشوا 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 والله يرزقكم العافيه احنا ما عاد بحذيان ولا عاد بغتره
عاشوا 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 والله لا يهينكم والله لا يهينكم الله يجيكم يا شباب ما قصرتوا استريحوا استريحوا يا شباب استريحوا لا من شعراء ولا منشدين ولا الله يعطيكم العافية جميع الله يعطيكم العافية اللياقة لك عليها شوي ها اللياقة ما من اللياقة عند الحين لكن بيض الله وجيههم محمد وابو ذيب مبدعين دائما وجهك يا ابو سلطان ولا في ما شاء الله الحضور الله يرفع قدرك ويطول عمرك يا ابو سلطان شبل الدواسر يمكن شهادتنا في مجروحه بيض الله وجهك حضور مشرف دائما ما يبغى يبتعد الله يشرف مقدارك يطول عمرك عندنا الشاعر مدعه ما بعد سمحنا منك نبي شيء يطول عمرك من قصايدك جاكت حياه سمعنا مما عندك تسلم هذا يقول فيها ضاقت في الدنيا من الجال للجال ضيقت مغرب الكاس الكون غمه وحيد متبهذل وذاقشها بلال منبود حظه شيم فواره دمه متبهذل الا الحمل ما هو بشيال همه كبير وصعب ينزاح همه والحزن طوقني وحزني لهليال حزن اليتيم اللي لمح صورة امه امه توفت والحقها نسبة هبال خمسة شهور ما نشف يوم كمه والحالة يا مشكاي مهوف فالعال حال الذي خاله ذبح ولد عمه على ردى وابليس للشر ميال هذه مطمه لا بغيتها المطمه وشربت من كيف القرابيله فنجال وبنت الدهر تومي مع كل يمه وانا مع العربان نازل ورحال فقري ولكن مئتي لي راسه قمه اقلط كم الحكام ماني بختال واقلط الطرقي ما عليكم زود اقلط كم الحكام ماني بختال واقلط الطرقي وداري اش يمه واقلط الضيفه وانا مملك رياله دبل الدينه اخاف المدمه بيعاتي والفال يقفاه لعقال وليا ورا التارد على خير جمه المال ما يبقى على كل الاحوال والصيت يبقى والمقابر ملمه في الناس فزاعه وفي الناس دجال وانا بعيد شبوح ماني برمه ليش كيت الحاله في الناس فزاعه وفي الناس دجال وانا بعيد شبوح ماني برمه ليش كيت الحال ماني بحيال خوف من المنقود ما ذوق سمه ما كل من اشكاله الحال حلال بعض العرب سمعه ومنطق وزمه لا تحسبه رجال ما هو برجال من الذكور وفي الفعل كأنهم جيته وأنا محتاج وهمومي جبال وقفيت كأن طويق فوقي مع أمه شكيت له ظرفي ودمعي شبه سال ما حنج على الموت حالا يخمه لو الدراهم بين رجلي وخيال ما كان بعض الناس ما له يشمه ميل الكريم معان لو الزمن مال وضيف القواجب في متن سلام عليكم صح الله أبدعكم جميع صح الله أبدعكم يا سلام صح الله لسانك يا ابو حسانك بيض الله وجهك اخوي هادي ما نستغنى عن مشاركاتك معنا جاي والدك اليوم انا والله بتكلم صفتي اعلامي الاعلامي دائما يوجه السؤال فعندي سؤالين سؤال ابو جريس بحكم انه الشاعر الحماسي ولا احب الشعراء ولست منهم ولا احب القرب منهم بعيد ابي اسمع وبعيد عنهم وفي نفس الوقت بعده بسال ابو ذيب كونه منشد أبو جريس كتابة القصيدة بشكل كامل أنا اليوم الساحة فيها أسماء واجد ولكن يوم تجي تعدد تسأل أي واحد يطري على باله واحد اثنين ثلاثة ثابتين في مخه إيش السبب يرجع لقوة شاعريته هل الشاعر إذا جاء يكتب قصيدة له طقوس معينة أتكلم عن كنت مثلاً أبو جريس هل عندك طقوس معينة ما تكتب القصيدة اللي فيها لا والله ما فيها يعني طقوس معي فيه يعني بعض القصايد بعض الأمور ودك بالمحلي ترتاح لشخصية أي وبعض المواقف لو إن خارج الطقوس اللي خاطرك فيها قصب تكتب ما هذا يعني ما تتعلق لا في طقوس ولا في أي حاجة من الأمور مثل بعضهم يقول يعني أكثر الشعار اللي تسمعهم مطالعهم أما في بر ولا مستانس ومسهل ولو تعود للرثاء من أسوأ الحالات عنده صحيح يعني القصيدة على قوته ما يرتبط لا في طقس ولا في أي حاجة فيه واحد من الشعراء سألته سؤال أذكر الكلام هذا قبل كم سنة سألته يقول عندي غرفة في بيت جدي يقول ما يجيني القصيدة إلا فيها إذا طلعت ما عندي فيها بنا أنا أعرف لي واحد من أخويا الخاصين شاعر أي خاص لجت قصيدة لازم ينعزل حاله وفي غرفة ما يشوف النور نهائي وهذه من الطقوس المقبولة في طقوس أبو لبيك شعراء أتوقع موجودين من الشباب صحيح نجوم البزنس ايه؟ لازم نسمع منهم إذا كان طيب. أحد منهم جهز شيء
مقدمه يا محمد. من؟ اكيد مجهزين ننتقل مع الشاعر المبدع اللي احبه جدا فهد بن فارع. مبارك مرحبا. احنا نحبه كلنا مو بنت لحالك. استاهل. استاهل. الدواسري والله العظيم ان ضيفكم راعي محل. لكن القصيده اللي يقول فيها كنت اسولف لابو عيد ولابو شابر ومر ابو مدعث وعلمته هدى. قال تقدر، قلت ما اقدر فلا كابر، حال دون الحال حال ولا تعدى. متعب الشعار ما هو بس جابر، متعب الشعار متعب الشعار ما هو بس جابر، متعب الشعار منعور مبدع شر ابو صالح وابو صالح مثابر، واخذ من شامخ الرجبانه حدا دوسري كفو فالميقاف صابر من بني دوسر من بني دوسر من بني دوسر طويلين المعدة وامتلي يا بطن الارض من المقابر كان في روس الشوخه بترد. سلام صاحب الدنيا طال عمرك. الله يسعدك ابو صاحب الدنيا بيض وجهك. الله يرحم والديك. شهادتنا بك مجروحه لا في شعر ولا في القاء. الله يرحم والديك. تمثل لك ربع كفو ما يبغى غريب. الله يرحم والديك. بيض الله وجهك. عندنا اخونا من سلطنه عمان اخونا الغالي عثمان الجنيبي عنده مشاركه. ونعم ابيات قصيده. اخذ من لا لا هذا هذا شغال اللي عندك. شغال شوف المخرج معك على الربيع. شغال المايك اللي مع عثمان يا شباب. اعطها ما يعيشوا ليلتكم يا شباب. كنترول المايك شغال مع عثمان. عثمان يلا تسلف من اللي عندك اجل. ما علي علي اهم شيء نسمعك. مايك سير. تكلم تكلم يا عثمان. هذه الليلة الممتعة اللي غنية. ترى الهند مايك شغال. يلا تفضل تفضل الهند مايك. لا تاخذ منه تسيف اجل خله. أول بداية مرحبا فيكم جميعا باسمي وباسم أخوياي الشباب اللي متواجدين وباسم الإدارة وباسم كل شخص يسعى في إنجاح الواقع من الإدارة ومتسابقين. ونشكركم الليلة مثل ما قال أخوي أبو سحاب، الليلة نحن الضيوف وأنتم عازيب. بيض الله وجيهكم. جملتونا وجملتوا الشباب اللي ممثلين خير تمثيل ابو صالح ومحمد العبيان. وعندنا مشاركه بسيطه اتمنى ان شاء الله انها توصل المقصود وهي ارتجاليه. فان وفت انتم موافين وتوفونها وان كان فيها قصور العذر والسموح. ما منك قصور. وشبل الدواسر هذا ثاني اللي قال لي وجه الوجه معك والحمد لله كلها بفرح. المره الاولى كان في عرس المنشد صالح اليامي وهذه المره الثانيه. ساعه المبروكه وان شاء الله ما هي باخر مره. لا لا بشرك بس اول مصور عندك سناب الحين ما عندي سناب. ابشر بالخير. يقول يا بيوتي فالمواقف انت خيلي وهاتي من الدر غالي هاتي من الدر اللي غالي مسامه خابر قافيك مسح بالمخيلي لي يبشر بالمطر قبل اغتنامه. مرحبا يا قمه المجد الجليلي والف اهلا والف سهلا يا الغمامه الدواسر كاسبه فعل الجميلي كل من هم راس يفرض الاحترامه. الكثير في مدحكم عندي قليلي وكان قصرنا بتلحقنا ملامه فالكرامه باعهم دايم طويلي. يقول عليت يقول الكثير في مدحكم عندي قليلي وكان قصرنا بتلحقنا ملامه وكانني خصيت في علم ودليلي قلت في الرجبان يا نعم الزعامه القروم اللي طول المستحيلي ما لحق في فعلهم حزن وندامه. عليك زور عليك زور. وكانني خصيت في علم ودليلي قلت في الرجبان يا نعم الزعامه القروم اللي طول المستحيلي ما لحق في فعلهم حزن او ندامه. الخصيم يبات في خوفه ذليلي ولا تهنى في شراب ولا طعامه قلتها والشعر يطرب بالجزيلي والجزاله ما اخذ منا علامه. العماني وين ما يحضر كفيلي العماني وين ما يحضر كفيلي يكفي بلازمه ولا غير لازم ولا غير زامه. العماني وين ما يحضر كفيلي يكفي بلازمه ولا غير زامه ولد جابر والمعزه تنتخيلي والجنيبي هامه من فوق هامه. والقصور بالجميع واشكركم جميعا. الله وجهك بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا انا ترى الشباب انا بمدحكم اكثر من الضيوف لانكم انتم عيالنا حتى اذا ربعنا بس انه يهمنا نجاحكم اكثر منهم ترى. صحيح الله يطول عمرك يا ابو سلطان. صح الله لسانك يا ابو عماد. لا حول ولا عدم شاعر جزل. طب ننتقل للشاعر المبدع والجميل سيف المطيري.
الشعر والعافية. أقول ماني بشاعر والله، ولكن هذه قصيدة مسجد التركي، مسجد أميس المطيري. ما عليكم زود، يقول روحي فدى الوادي ودون بلادي. يا سلام. وادي الدواسر جع الروح يدونه، عند الدواسر شيء لا إرادي، حوض المنايا لا اعتزوا يردونه، في سلمهم حذف الجنايز عادي، جميع شيء يرتفع يطونه، نزلوا في ضلع واصبح وادي، من ثقلهم قامت تطيح ركونه. وسلامتكم وسامحونا على قصوري يا رب. لسانه يصح نقلك. ما جبت القصيده الا قبلنا الساعه ولا حفظتها، ولكن الله يطول عمرك. الله يجيب كل زين. الله يطول عمرك وطيبك والله. جمل الله حالك وافي يا ابو شايب اللي يرفع ايده. هاي ايبه يا شاركنا يا ايبه. اول شيء انا اقول ارحب وترحب بالحياه بخوال ابوي، وانا والله ما تدخلت في المداخله الا عشان ما يلحقني مشاريهم اللي برا يوم يقوم بسم ليش موقف بقصيده قدام خوال ابوه. خوال ابوي يتعبوني في مراجلهم، والشاعر بعض الاحيان يتعبه وسط الطير، ومدايح خوال ابوي تتعبني واجد، لو اقعد منا نهايه البرنامج ما وفيت حقوقهم، لكني بشطح لي بقصيدتين كذا. ابو تركي ودها اقول انا رفيقي لو تغيب له ايام، أدق وانشد عنه ربعه ورفاقه، أعاتبه ومازحه لأنه العام اللي موثق لي حباله، الصداقه مجفاه لو دارت بها سنين وعوام، أحسن به النيات لأجل العلاقه، أما خبيث النفس ما بيه لو قام يظهر لي الخوة وطيب اللباقه، لو يتعب الأقدام فالشرق والشام مبغوض عندي من يعشقه الحماقة، هذه مواثيقي مع أصحاب وأخصام طبعي كذا ما بين ربع ورفاقة. وسلامتكم. فرحان بالقصيدة أني أنا قدمتها في التصفيات عند أبو سلطان، وأبو سلطان ترى الليلة ليلتك أبو سلطان. لا ليلتكم أنتم. والله ليلتك أبو سلطان. أنا ضيف شرف اليوم. إحنا طبعا ما نشوفك في السنة إلا مرة واحدة، لكن اليوم الله جابك لنا إن شاء الله. أنا بجيك إن شاء الله بعد يومين ما عليك. أنت صاد؟ لا أهم شيء بس أبو سلطان إن شاء الله ما في خصم اليوم. لا اليوم أتمنى. ما في خصم مسموحي. لا احنا طلبنا مرضى وبوديب والربع كلهم وتمم خصم ما فيه. الله يبيض وجه اللي ثم طلبتنا. هو جيك. اتمنى من فيصل العرجاني يتفضل بس تكفى على المسرح ولا الكاميرا. انا ما جيت اليوم الا في عجبكم بشروفي. عندنا قصيده من كلمات الشاعر فيصل بن مدعث العرجاني، وبعدها أبوريت بين شامخ الدواسر، وفي في المواقف اللي مثل ذي الواحد يضيع عمره على انشاد المهم انشاد وحاتيكم صرت مجد من الشركة. سويت عيال سويت عمل خربته. رضي زين الحل يو يا العالم انشد والله. لا 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 في المواقف بس من اللي مثل ذا هذا اللي عليها خصم ترى ابوك يا اصبر. صلوا على النبي يا جماعه اعطوني صدى اعطوني صدى. قربوا لي المايك ولا شطروه جاهرين بالصوت لو ما بصدى. أول حاجة يا مرحبا ترحب الحياة والله إني صادق أنا الليلة فيصل بن مدعث الدوسري والله العظيم كلام بلا تزييف شرفنا والله العظيم وبالله الرحيم إنه كلام بلا تزييف. أنتم أحبكم خوال وعواني وانساب وبيننا وبينكم ما يلزم وقصرة وجيران وأحب ذي القبيلة من حب شايبي لها ومن حب كل مطلق. أما المشاركة أقول وأعمار السامعين الطول لو كان ماني بيامي يامي انساسه لو كان ماني بيامي يامي انساسه ساس العرب وافتخر لا قلت عرجاني قبيلتن كل بينا عز ورياسه من غير قاصر على الاقصين وداني قبيلتن كل بينا عز ورياسه من غير قاصر على الاقصين وداني لاقول انا دوسري الرفع الراس فرعنه الارض والاسنان وعناني لقول أنا دوسري رافع راسه فراعنة الأرض وهالسنان وعناني جبابرة الأرض فوق الأرض عساسة ومتيهين الرعايا غصب بلعاني أصغر عيال الدواسر ما حد الراسة وشبابهم الأولى ما عندهم ثاني أصغر عيال الدواسر ما حد الراسة وشبابهم الأولى ما عندهم ثاني وكبيرهم لا بغيت أصور قياسه صغر الفضابي وشابت فيه قيفاني عندي لقب للدواسر داخل أقواسه عندي لقب للدواسر داخل أقواسه الفيت واللي يهد حصون واركاني عندي لقب للدواسر داخل أقواسه الفيت واللي يهد حصون واركاني أسود غاب بهم هبات وشراسه حديد صلب إلين طويق
ما لاني تشيل راس صليب شيل بعماسه وتاسم عصا جارها وتزبنه الجاني وسلام يا وادي متسيسن اساسه وادي الدواسر مقر الضيف والعاني ما غير الاول يجيهم علم ودراسه اتعبت والناس يا ذربين ليماني شهادت قلتها والناس حساسه واللي يشكك بنفسه فيه نقصاني ما اخذ قياسي وكل ما اخذ قياسه مدح لكم وما ينقص علي الشاني سلامتكم طالت عباركم وسامحوني على القصور والله العظيم وبالله الرحيم لو احط معلقه لو احط معلقه والله العظيم ما توفي حقكم وقلت لي بيتين ترحيبيه في جزاء ابن مبارك ال عبيان وعطاني قعود على حاكم على ابن قريع الله يبيض وجهك ابو مبارك ويستغرب الطيب والمتهم تستاهل يا ابو مستاهل كان عماكم مطول يجعلنا عند حسن الظن تستاهل وجهك اعطونا البريت يا شباب ولا انت ايش نعرف ولا خير عندي لقب للدواء سرد تسام عصا جارها وتزبنا الجاني وتسام عصا جارها وتزبنا الجاني لو كان ماني بيامي يمي ساسا ساسا العرب وافتخر لقلت
جهزوا تجهزوا وجسوا. بيض الله وجيكم. الحين بنقدم كيك سريع سريع. تجهزوا وجسوا. بيض الله وجيكم، لا منشدين ولا شعراء ولا يعني حضوركم متميز جدا. ولا يستغرب منكم هالحضور المجمل. اليوم اطربتونا وعشنا ليلة مختلفة. ولا نعم ولا نستغرب منكم هالحضور. وكلها بركات الشباب اللي جانا بالمنشدين اللي نفتخر فيهم. يطول عمرك. والشعراء اللي لهم اسماء نفتخر فيهم. أنا اتوقع عندكم برضو عرضة ثانية ولا لا؟ ها؟ يعني الفرقة يعني متميزين جدا، وأنا والله أقول بيض الله وجيهم، يعني نحتاج مثل هذه الليالي. أن أنتم ترى شحنتونا على الوادي، بنمشي ترى. أنا اللي من الوادي الحين يمكن 70 يوم ما رحت له. فكذا لازم نمشي الوادي. أنا المعذرة يا أبو أنا المعذرة أبو سلطان، حست الشغل أنا شوشت. لازم تشوش، إذا ما شوشت الليلة متى تشوش؟ سلطان بعد هذه الليلة ما نقعد ولا ما تروح. والله هو يبغاني اروح ترى. اكيد ابو سلطان لقد بيروح الوادي بياخذني معه، لازم ياخذني. على اذنك يا ابو سلطان، تفضل. الله يسلمك. عندنا كيكه مناسبتها تو ما حلت على الجماهيريه القويه اللي عساهم شاهدين له، مو عليه لاخوي محمد العبيان 100 مليون مشاهده في التيك توك. يستاهل الله يطول عمرك يا ابو صالح، الله يجزيكم جميعا. لا خلا والله ولا عدم، كلنا واحد. هذا الجماهير ذا لهم جماهيركم نفس. الله يطول اعماركم ولا يهينكم. مليون يخلص يلا ابدوا لعبه واحده. الحين وش عندكم يا شباب؟ عرض الشرقي خلصتوا؟ يلا اللي في راسه دجرن في ايجو، اللي في راسه دجر يقوم. نمني تحية، نمني تحية. اللي في النص اللي في النص خلوه خلوه. Yeah.
سلام. لا انتم لا انتم ايش كونكم علينا؟ الله يا مرحبا بالجماعة يا مرحبا بالجماعة يا مرحبا بالجماعة أوعدادي وابن المطار قصرتوا جميع ما قصرتوا الله يسامحك ابو بطال وجيه عارف الله عارف عليك بسم الله الله يسامحك والله احنا بدنا ما ابو صالح الحين اللي بيسد ما تطرب يا ياخذ الطيران يا ريت الله لا يهينك بيض الله وجهك خلاص انا ما عاد جاهز يدون كل شيء بيثنان ماني في الفور ماذا الحين ماني في الفور ما الله يهيكم بيض الله ويجيكم يلا علي ايش عندكم الحين استريحوا يا شباب استريحوا يا جماعة ماكس مطواب الله لا يهيكم بيض الله ويجيكم الكلام من هو عنده لبيك يلا يخصوا علينا أقول بيض الله بيض الله وجه كل من تعنى وما قصروا وجعل عمرهم طوال والسادة المشاهدين نتمنى منكم استمتعتوا في هذه الليلة ليلة وادي الدواسر عسى أن تكون حازت على رضاكم يا مشاهدين الأعزاء لقناة الواقع الفضائية وأنتقل مني شخصيا إلى أخوي الكبير جزا بن مبارك يكمل ما بقى من الحديث شغال شغال روح نشكر كل من تعنى وجاء نشكر الشعار المبدعين الجزلين
الله لا يهينكم ويطول عماركم وبيض وجيهكم. ونشكر النجم شبل الدواسي العبيد بن ذيب اخوي الله يطول عمره على طاعه. نشكر ابو سلطان، نشكر الجميع كلهم، نشكر علي الجعيدي واخوي محمد ال عبيان، ونشكر المشاركين على حسن استقبالهم والله يوفقنا واياهم ان شاء الله. فيها ابيات ارسلها علي عبد الله الرزقي يقول: يا سلام الله على ليله طوال الشبور، الدواسر عزوة سعد منهم محزمة، كل منهم محزم والله انه ما يبور، تشهد الوقفات لا ركز في الرجم علمه. ويا سلام الله على اخواني وساع الصدور، فالهم في الشحم والسنام ومقدمة، فيه سبع بحور قامت على سبع البحور، والسوالف مبهمة والمعاني مبهمة. يا محمد جاك عذري وانا صدق معذور، وشوف علي الذرب لاني اوده واحشمه، ودي اني حولكم جيت من ضمن الحضور، كل منكم بان عند المطاليق اكرمه وصح لسانه واعتلى شانه والله يوفقنا واياه. طلع من البرنامج وهذه آلية البرنامج، لكن لا يزال في قلوب جمهوره. ونشكر فرق الدعم الخاصة بكم، ونشكر جمهوركم، ونشكر الجميع والله يطول عماركم على طاعة. ونقول تفضلوا الله يحييكم العشاء باسم الدواسر، ومرحبا ومسهلا بالجميع. مرحبا. الله يبقيك يطول عمرك يبيض وجهك ومبارك وجهك ابو سلطان. تفضل تفضل. مرحبا ضيوف. احنا اول اليوم انت تقول احنا معازيب، وانتوا الحين ضيوف، الحين ردكم ضيوف، الضيوف اللي تقدمون. تفضل تفضل. مرحبا. احنا هالمحل انا بمشي قدام. تفضل قوموا تفضلوا تفضلوا كلكم. مرحبا. تفضل تفضل تفضل. والله تروحوا عزيز.
ما نستغني عن أهالينا أمهاتنا وخواتنا للأسر المنتجة اللي يحتاجون إلى وقفتنا ودعمنا. بيض الله وجههم اليوم أبوا إلا أنهم يشاركون معنا في هذه الليلة وما قصروا وجعل عمارهم طوال، أرسلونا الأكلات الشعبية بجميع أنواعها وشيء خرافي ما شاء الله تبارك الرحمن، لا في شكل لا في طعم لا في ريحة، عز الله أنهم يجملون وبيض الله وجيههم. إذا تبي تضيف لك أحد ودك بالجمالة دق عليهم وتوصلك جميع الأطباق والأكلات الطيبة التي تحوز على رضا الجميع. أبا أمشي معكم حبة حبة، عندكم هذه اللي هي العصيدة من مطبخ الشيخة، ما أدري كاميرا عندي هنا يا العصيدة هنا من مطبخ الشيخة، والمرقوق من وردة الخرج الله يبيض وجيههم. طبعا الأرقام راح تطلع لكم على الشاشة، وهذا السينابون الجولدن سينابون الحلى اللي على كيف كيفك، اشتر وكيف بألذ طعم. وعندنا هنا ركن دانة السيح بيض الله وجيههم، أكلات عز الله حلوة، هذه أكلة جنوبية دي. وعندنا هنا العصيد وعندنا الجريش، والترتيب هذا ترى من عندهم. طبعا هذا الركن هم اللي يضبطونه لك، تاخذ لك شاليه تاخذ لك تروح لك في محل تبيهم يضبطون لك ركن خاص في اكلات شعبيه، دق عليهم يجهزوا لك مثل هذا التجهيز الطيب، شيء خرافي من الاخر. وعندنا هنا من الله يجزاهم خير ام عزام الله يبيض وجهها، عندها القرصان وعندها التمريات الطيبه والميقعه، هذا من ميقعه الخرج ما يحتاج نثني عن الميقعة، هالميقعة شيء 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 من الآخر، أكلة تشتصد. أرقاهم تجيكم على الشاشة حاليا، شغل نظيف مثل ما تشوفون، ترتيب طعم، أنا أشهد لهم ذا الشيء، إذا اختلف كلامي في ذا الشيء أنا مسؤول عن ذا الكلام. أرقامهم عندكم، اطلب سواء في الخارج ولا في الرياض يوصلك بنفس الطعم ونفس الحرارة، حافظ للحرارة ولا يتغير أي شيء ولا يجيك ذابل، ومرة شيء فاخر من الآخر. أرقامهم عندكم وعسى ربي يرزقهم، وإذا ما ندعم أمهاتنا وخواتنا ما عاد في الدنيا خير. أتمنى أن نقوم معهم وندعمهم، عسى ربي يوفقهم. ممكن المادة ما خلتهم يعني يفتحون محلات تجارية، لكن حنا يا السعوديين لابد أن ندعم أمهاتنا وخواتنا لنوصلهم إن شاء الله لأعلى المستويات، يفتحون لهم شركات بدال المحلات. الله يوفقنا وإياكم. وجهك بجيب أي خلاص بجيب أصحو لك. يضرب الله وجهك ومدعي لبيه شرهابادي يشوف بعيونه الغاب نهم عاديها يشوف بعيونه الغاب نهم عاديها الطيبة والعزة وطاله والامجادي كانها تصافح بنعمي بيديها كانها تصافح بنعمي بيديها دوازر انت عرف من عصر الاجدادي تاريخها فخر حاضرها وماضيها تاريخ
دور على الطلب ويبغيها. حنا اخوان الوطن دونهم فردي، في ظل سلمان نعطي القوس بليها، في ظل سلمان نعطي القوس بليها. نقف عشان الوطن جموع وفرادي، ونبيع الارواح من شانه ونسخيها، ونبيع الارواح من شانه ونسخيها. في قمه